بخمس دقائق على زمن الشوط الأول، وفي انتظار هلال الملايين، في انتظار بيشا تيتاشي بولا، أيا كان المهم أن تأتي ثلاث نقاط. خطأ لصالح الهلال، خطأ، وشيبولا أمام الكرة، عزيز شيبولا، أكثر من لاعب متقدم حتى من الخلف من جانب الهلال، عزيز شيبولا هنا أمامنا للعب هذه الكرة المعقودة عليها أمال الهدف الأول، تقدم في الأمام ولكن لا اتفاق على الكرة، لا اتفاق، تلعب مباشرة هنا انطلاقة والبحث عن كرة عرضية ورأسية، ولكن مرت على نزار حامد وما مشت زي ما عايز نزار حامد، وإلى ركلة ركنية. نزار حامد إن كان في مستواه تتغير صورة الهلال وتتجمل صورة الهلال لو كان في مستواه نزار حامد. ركلة ركنية، وأطهر الطاهر في تنفيذ الركلة الركنية، أطهر، كرة تلعب داخل منطقة الجزاء من أطهر، وهنا رأسية وإلى خارج أرضية الملعب، كرة رافضة للهلال حتى الآن.